لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. طب الرزق ناشئ من كريم، الرزق جاي من مين؟ من كريم. قال لك لا، ده الكرم تعدى من الكريم الأصيل إلى أن الرزق نفسه بقى كريم. الرزق نفسه بقى كريم إزاي؟ أم قال لك الرزق يتعشق صاحبه. يتعشق إيه؟ صاحبه. ما هي النعمة ساعة ربنا ما يدي الواحد، ما يدي واحد نعمة وبعدين يستعملها في الطاعة، النعمة تبقى مبسوطة بيك لأنك بتستعملها في إيه؟ في الطاعة. يومت إيه؟ النعمة تربو عندك وتصر لما تجيلك. ولذلك تلاحظ إن الرزق أعلم بمكانك منك بمكانه. أنت ما تعرفش عنوان الرزق في إيه، إنما الرزق عارف عنوانك. يدعبس كده ويتنه جايلك لحدك كده. الرزق بمكانك أعلم منك بإيه؟ بمكان. يبقى كأن الكرم تعدى إلى مين؟ إلى الرزق نفسه، فأصبح رزقه إيه؟ الرزق كريم.